التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء. يسير شوط جديد من اشواط الخير والبركة، وهو شوطنا ايضا 18 الخاص بالابكار الاذاعة المهجنات الاصايل. نسير الى المقدمة والى المركز الاول في هذه اللحظات. الشوط الماضي ذهب مع ايضا بن خيرات الى اهالي المصانع الجنوب، هنيا لا نسير مع شوط الختام، شوط الوداع اللي ودع برنامجنا من خلال انطلاقة مشاهدينا الكرام 18 شوطا في صباح هذا اليوم. مسير للمقدمة الى المركز الاول، شعار سالم سعيد بن كاسب المسافري على مقدمة الشوط، بينما في المركز الثاني عشاقة عيسى بن عبد الله بن ريميع السبوسي، بينما نتأخر قليلا لنتابع هنا لنتابع اللي على المركز الثاني في هذه اللحظات. هذه مزنة حمد بن معيوب بن محمد العامري مع المركز الثالث، بينما في المركز الرابع تقدمت اللي هي وبرع علي بسالم الخرس الاكتبي، والمركز الخامس هنا الحاضرة في هذه اللحظات اللي هي بحرية لسعيد بن حمد بن سلطان، والمركز السادس شخصية سعيد بن علي بن سعيد الاكتبي، والمركز السابع عندنا اللي هي حاضر الشامخة ياسر بن حمود بن ياسر رعس دي، وهذا يتقدم على المركز الثامن وتاسع المراكز. بنلقى الشايب مبارك بن هضبان بن مبارك العامري، والمركز العاشر اللي هي الشايبة سالم بن مبارك بن نصرة العامري. هذه هي نتيجتنا ونداينا للمراكز الأولى المتغ أو عدينا التسع المراكز الأولى، بينما نكمل المركز العاشر. نعم يا ليبي أميرة علي بن عبد الله بن راشد الكتبي، ليش ما تصحى علينا؟ هكذا هي نتيجتنا مشاهدينا الكرام، ولا تلومونا عاد طيلة المسافة وكثرة الأشواط 18 شوطا عبرنا وخلاص التعبير. لكن نعود إلى مقدمة الشوط من جديد، إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول. هذه عشاقه اللي على الصدارة، عشاقه اللي على المركز الأول في هذه اللحظات، بينما تغيير من شعار سالم بن سعيد بن كاسب المسافري غير الى الصداره والى المركز الاول، يقدم مشاهدينا الاعزاء اللي هي نوادر ولكن عشاقه في المركز الثاني، عشاقه السبق والناموس. يتقدم عيسى بن عبد الله بن يبيع السبوسي مع المركز الثاني، بينما في المركز الثالث عندنا اللي هي بحريه سعيد بن حمد بن سلطان شعار الغزال اللي تغزل بالتوقيت الافضل اليوم وسجل التوقيت الافضل اللي ما حد حوله لحتى هذه اللحظه، اقرب توقيت له يلي ب 42 يفرق 37 ثانية، 37 ثانية هو توقيته، ما شاء الله عليه. عاد لو دقيته كم بيب بن درويش يمكن يفرق بينه وبين الركض 8 ثواني 9 ثواني على البراد. ناخذ الآن الغدوم، الآن اللي على المركز الخامس وخامس المراكز، المركز الخامس شخصية سعيد بن علي بن سعيد الاكتبي على المركز الخامس وسادس المراكز. في المركز السادس الواصلة ثاني بن عبيد بالكديدة، مرحبا يا ثاني، وبالواصلة اللي قادمة الآن أهالي مرقب حاضرين بقوة في هذه الانطلاقة الجميلة على المركز السادس. المركز السابع بنلقى هنا الشايبة سالم بن مبارك بن نصرة العامري، هل زاخر حاضرين كذلك مقدمين لنا أيضا الشايبة اللي في ريعان شبابها على المركز السابع. المركز الثامن غيد مسلم بن أحمد بن حربي العامري يقدم لنا غيد. المركز التاسع شايبة نعم عامر بن خميس الخضيري وصل الطويل وصل في هذه اللحظات على المركز التاسع. أهل سواد حاضرين بقوة. المركز العاشر هنا حرير علي بن محمد بن علي العيساي يبيلها متابعة. حرير من بوسمرة قادمة، وحرير صاحبة إنجاز بخبركم عنها إذا راحت إلى الفوز. عودة إلى مقدمة الشوط 1200 على خط النهاية، 1200 يا مشاهدين الأعزاء،
ولكن هنا على المقدمة، هنا على الصدارة الأولى تتقدم مزنة، مزنة حمد بن معيوب بن محمد العامري على الصدارة على المركز الأول، وهنا الخادمة بحرية سعيد بن حمد بن سلطان المنصوري المركز الثالث، نوادر سالم بن سعيد بن كاسب المركز الرابع، عندنا اللي هي قادمة شخصية سعيد بن علي بن سعيد الاكتبي والطويل قادم، وثاني بن كديدة يقدم لنا مشاهدين الأعزاء اللي هي الواصلة، ثاني بن عبيد بن كديدة الفلاسي وعامر بن خميس بن محمد الخذيري يتقدم الآن ليقدم مشاهدين الأعزاء الشايبة، الشايبة بمتابعة علي الطويل اللي يراقبها في هذه الانطلاقة الجميلة. ولكن نعود إلى الصدارة. الله يا بن درويش، ما شاء الله يا بن درويش يغني في صدره الحمام اليوم، ما شاء الله يتقدم على المقدمة والصدارة، قدم الغزال وهذا الشوط يبحث عنه، يبي يختمها وختامها مسك، سجل التوقيت الأفضل ويبي يختم أشواطنا في هذا اليوم. هكذا مشاهدين الأعزاء الشاي بحرية سعيد بن حمد بن سلطان بن درويش، ولكن نوادر سالم بن سعيد وراق أبو حرير، مرحبا براعية اليودة، مرحبا براعية الإنجاز، قادم الآن حرير علي بن محمد بن علي العيسائي، ولكن لخبة الموازين اليوم بن درويش أراح بالإنجاز، والله مو بغريبة عاد، مو بغريبة عليك يا بن درويش. سلام للسهيلي، سلام للسهيلي، يتجول التوقيت في السهيلي، في منطقة السهيلي وحولها وحواليها، ولكن ختمها وختامها مسكة. تهانينا لمالكي بحرية، هذه هي قوات البحرية، انتزعت الفوز والناموس، تهانينا والناموس لسعيد محمد بن سلطان بن درويش. المركز الثاني نوادر سالم سعيد بن كاسب، المركز الثالث من وصل الطويل ولا ثاني بن كديدة؟ ثاني بن كديدة وصل على المركز الثالث. هذه النتيجة، التوقيت الزمني 7:45. تهانينا والناموس لمالك مشاهدين الأعزاء اللي هي بحرية سعيد محمد بن سلطان بن درويش، ختمها وختامها مسك، وسلام لأهالي المرموم واللي سيدي. التوقيت الأفضل تسجل 7:37 على ظهر الغزال اللي تغزل بالفوز والناموس وحده، أهالي اللي سيلي هذا التوقيت الأفضل وبدون أي أوعب. شكرا إلى دبي لسباقات الهجن، شكرا للجان المنظمة في نداء سيد العرب، تقدم تحياتي وتحيات الكادر الإعلامي، استودعكم الله، إلى اللقاء.